تعالوا نعمل مع بعض عصير الطاقة. عصير قيمته الغذائية عالية جدا. ايه محتوياته؟ تلج، تمر منقوع في الحليب، وحليب، سكر انا مش هحط، عسل انا مش هحط للأمانة. انت عايزة مفيش مشكلة حسب الرغبة. ليه؟ التمر بتاعنا ومنتجتنا من البلح والتمر في سينا والواحات مش محتاجة سكر. والمقادير على الشاشة، ونطفي النار يا عم الشيف عشان الفاتورة. تعمل بقى مطبخ طلياني مكسيكي صيني يا عم الحاج إلا التبذير. نطفي النار خالص بس كده، تمام زي الفل. تعالوا نعمل عصير مع بعض. أنا عايزك كده برضو في المطبخ، مية مفتوحة على الفاضي دخلت بنتك تساعدك في المطبخ، بيعملوا كده البنات الصغيرين، تفتح المية وفرحانة بصوت المية، أغادير المية. الولد الصغير اقفل المية. نور ملوش لازمة اقفلوا النور. غاز مولع على الفاضي ملوش لازمة اقفليه. تخسر حاجة؟ هتوفر على الأقل تلاقي مصروف وتلاقي فلوس تشتري اكسسوارات مطبخ، تعملي حاجة حلوة، تطوري من مطبخك. كل ده هناخد التلج، ناخد التمر بتاعنا المنقوع في الحليب، ناخد شوية الفانيليا، ونعمل العصير الحلو ده مع بعض كده واحنا واقفين، ونجيب الكاسات بتاعة الجيران والقرايب عشان نوزع منه على الحبايب. اللهم صل على النبي. عايزه تستفيدي بالتمر وعندك البلح ده بقاله وقت كبير وحاسه ان هو قاسي وناشف على اسنان زوجك واولادك وحماتك وماما، تنقعيه في حليب من بالليل، تصحي الصبح تلاقيه طري وزي الفل، تضربيه في الخلاط. نعم، ما هو في حاجات في رمضان انا معاك، بس يعني لازم استنى رمضان الشهر الكريم عشان ادخل اشرب المشروب ده؟ ايه المشكله لما اعمل شويه قراصيه مع لحمه شويه بلح الشام؟ ايه المشكله؟ ولا هي الحلويات دي بس ورمضان؟ هي في رمضان معموله ليه؟ عشان يوم طول النهار مش واكلين وعزايم وحاجات، انما مفيش مانع لما نعمل المشروب ده. ده الحليب نازل مع التلج يتناغم، شويه فانيليا زي الفل تمام. بعد كل ده يقول لي بدقيقتين وثلاث دقايق. عم ده انا قبل ما نطلع الهوا شارب قهوه وشاي بنعناع ومدلعك، عايز ثلاث دقايق زياده يا فاروق؟ حاضر يا شيف. التمر ده ينزل كده، ده كتير، ناخد الحليب اللي نزل معاه. مش هحط عسل ولا سكر، هكتفي بالسكريات اللي موجوده في التمر وفي قلب الخلاط يا مغازي. يلا شكرا شكرا يا حبيبي، شكرا يا غالي، ده صديقي دايما. انا بعتبر حته الاكسسوار في المطبخ، خلاط، عجانه، مضرب، سكينه، بلانشه، صديقه الشيف، صديقتك انت كمان، لان هي اللي واقفه معاك في المطبخ. الناس اللي تعرفها فين؟ ولا حد. بعد كده ياكلوا على الجاهز. مين الونيز بتاعك؟ خلاط حلو زي ده كده. مين الونيز بتاعك؟ عجانه حلو. شايف التمر؟ الله، ده مشروب صحي جميل، واحنا كلنا عارفين فوائد التمر، مش محتاجين نتكلم عنه. مش عارفة معاك تليفون في ايدك ما تضيعيش وقتك، كبسة زر يعني كبسة ايد زي ما بيقولوا السوريين، هتعرفي فوائد التمر. اقعدي ذاكري فيها للصبح. حلو الكلام؟ وانواع واشكال. مطبخنا على شاشة القناة الاولى، بساطة سهولة ومرونة، والماتيريال بتاعنا في متناول الجميع.